أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا جميعا أن نلتقي ونحن نحتفي بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شرف عظيم لنا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام نبي معلوم عند الله تبارك وتعالى، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حبيبا طبيبا خصوصا من بين هذا العموم اجمعين ايها سائر قبر المصطفى من الذكاء بمكان أو من الفقه بمكان أن يستثمر الإنسان كل مناسبة لتذكير الناس بحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه المدينة المحافظة، المتينة دينية، المتينة دينيا، وكما ترون قوافل عمراتها متكررة في كل يوم، وإن دل على شيء إنما يدل على حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ندعو دائما إلى احتفالات كهذه الاحتفالات، احتفالات إنشادية إرشادية تكون من ندوة منظمة مسبوقة المحاور واصلة إلى المحاضرين قبل أن يأتوا، من أجل أن تكون محاضرات مثقفة فكرية عميقة تأخذ بالقلوب والألباب إلى الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين الذي من علينا أولا بنبينا الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم من علينا بإطالة شهر الربيع لنحضر هذه الاحتفالات التي تقام في مدينة الموصل، لله الحمد والمنة. ثم من علينا بأن كنا أحد المتحدثين في هذه الندوة التي يعني تناولت رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته، ونصيب المسلمين من هذه الرأفة والرحمة النبوية من منطلق قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأخذنا يعني صور الرحمة وصور الرأفة وحظ المسلمين من هذه الرأفة والرحمة النبوية. والحقيقة في مثل هذه الساعة التي يقام فيها هذا الاحتفال وهذه الأمسية وهذه الندوة في جامع عبد الله الشبخون في الدندان، هنالك في نفس الوقت 5 احتفالات في مدينة الموصل تقام في أيمنها وأيسرها، الكل يعبر عن فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية هذه الاحتفالات أن نعرف الناس بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نكون واقعيين في هذا الشهر المبارك ولادة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ومدينة الموصل اليوم تميزت وتألقت بفرحها وحبها بإقامة هكذا ندوات واحتفالات احتفاء بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم حضرنا ندوة علمية مباركة بحضور كوكبة طيبة من السادة المشايخ للتعريف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على سيرته الشريفة وذكر مقام الرأفة والرحمة وما مقام المؤمنين بين هذين المقامين الجليلين، وباستماع طيب لأناشيد وبحضور ما شاء الله مدير الوقف السني والمسؤولون وكذلك كوكبة من العلماء والمثقفون، كل هذا الفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذه الاحتفالات نصيب في كل عام في جامع إيحابي عبد الله الشبخون، واستضافت في هذا العام كبار علماء مدينة الموصل بإقامة هذه الندوة العلمية المباركة بحضور أهالي مدينة الموصل الكرام. نشكر كل من حضر، الشكر موصول إلى إدارة الوقف السني لرعايته لهذه الاحتفالات.